بالتأكيد وسط كل الأحداث اللي احنا بنتكلم فيها دور مصر حاضر على جميع المناحي، بنتكلم في الدور الدبلوماسي بالتأكيد وكمان إيصال المساعدات. لما نتكلم في حجم المساعدات لغاية دلوقتي 7100 طن، مصر بس لوحدها مقدمة منهم 5900 أو أكتر من 5900 طن، فاحنا شايفين حجم المجهود، حجم المساعدات اللي بتنطلق. بنتكلم دلوقتي في التحالف الوطني أكتر من 200 عربية أو 200 سيارة هتنطلق في المرحلة الثانية، أول مجموعة منهم خلال هذا الأسبوع، أو المجموعة تبقى ب50 عربية تابعة للتحالف الوطني. هذه السيارات بتبقى محملة طبعا بكل أنواع المساعدات، سواء كانت بقى مساعدات طبية، غذائية، إنسانية، إغاثية، مختلفة بكل الأشكال. كمان حياة كريمة بتقدم مجموعة كبيرة جدا من المساعدات من خلال طبعا مبادرة من إنسان لإنسان. خلينا نتعرف أكتر على جهود الدولة المصرية في تقديم الدعم والمساعدات لأهالينا في غزة. معانا على التليفون الأستاذ محمود الحجر، عضو التحالف الوطني. صباح الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، وبالتأكيد دور مصر مهم جدا جدا، وشايفين على الأرض الواقع في ظل ظروف اقتصادية صعبة جدا، لكن إحنا يعني مقدمين 5900 طن من إجمالي 7100. كلمنا عن حجم المساعدات اللي خرجت ووصلت لأهلينا في غزة لغاية دلوقتي. يمكن الأمانة بداية في بداية الأزمة كان في توجيهات من فخامة الرئيس للتحالف الوطني بتجهيز قافلة مساعدات طبية وغذائية لأهلنا في غزة. كانت البداية من هنا. يمكن الموضوع في الأول كان في صعوبة شوية من الجانب الإسرائيلي بعد تدخل، يعني كان في تعنت وكان في رفض بالتأكيد، لكن بالدبلوماسية المصرية والضغط المصري قدرت مصر انها المصري بالزبط. من قضاتنا السياسية وقواتنا المسلحة حقيقي. لا بفضل الله دلوقتي بقى يعني احنا شغالين شبه يوميا، بقى في شبه جسر بري للمساعدات الغذائية والطبية، يعني بفضل الله يوميا بندخل عدد مش قليل من السيارات المحملة بالمواد الغذائية. يمكن في نفس التوقيت وانا بكلم حضرتك، يعني اخواتنا او زملائنا في مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني تحركوا بقافلة للمعبر. القافلة يعني كانت بتروح، كنا بنقعد حوالي 3 أو 4 ايام امام المعبر، لا حاليا ما فيش، في نفس اليوم بفضل الله بتدخل بال 30 وبال 50 كونتينر محمل بمواد غذائية ومواد طبية لأشقائنا في قطاع غزة. طيب عايزين نعرف ايه يعني حجم المساعدات، يعني كلا على حدة، يعني المساعدات الطبية قد ايه، بنتكلم مساعدات غذائية قد ايه، ايه الأكثر احتياجا دلوقتي ان احنا نركز عليه في المساعدات اللي هي بتوصل لأهالينا؟ لا هو للأمانة خليني أقول لحضرتك إن المساعدات الطبية مهمة جدا في ظل خروج عدد كبير من المستشفيات في القطاع عن الخدمة. حقيقي. فده طبعا الاحتياج الاكبر. وللامانه يعني جهود الدوله المصريه في الموضوع ده او في الملف ده يعني جهود جباره، يعني احنا يمكن بيتم انشاء مستشفى ميداني طبعا، وبنستقبل اهالينا المصابين والجرحى من قطاع غزه. وفي المواد الغذائيه بنركز على المواد الغذائيه السريعه، لان بنراعي انقطاع التيار الكهربائي بصفه مستمره داخل القطاع، فهو ما عندوش امكانيه في ظل الحرب والظروف اللي هو فيها، يعني بنراعي ان احنا نبعت وجبات سريعه، وجبات ما وموضوع الطهي واستخدام طبعا مفهوم ده. طب عايزين نعرف التنسيق بقى مع الجهات المختلفه، سواء كان بقى داخل مصر او داخل غزه، منظمات المجتمعيه والمنظمات الدوليه، علشان اولا ضمان سلامة هذه المساعدات وضمان وصولها، ورقم 2 ان هو جمع مساعدات كمان زيادة بالتأكيد لأهالينا في غزة. طبعا هو للأمانة يعني القادة السياسية في مصر، احنا بالأول بنتحرك بالقوافل من القاهرة، من المخازن من القاهرة لحد ما نوصل المعبر، بنلاقي كل التسهيلات وكل يعني سهولة في الحركة داخل الأراضي المصرية حتى وصولنا إلى المعبر لتسليم المساعدات للهلال الأحمر داخل معبر رفح. الجمع المساعدات طبعا للأمانة يعني احنا لقينا يعني زي ما بقول لحضرتك إقبال شديد من في مصر، مش في المحافظات كمان،
على طبعا التبرع لاهالينا في القطاع، احنا يمكن شبه يوميا بيكون في كونتينرات بتجهز وبتحرك يوميا حقيقي حقيقي للامانه حقيقي يعني. حقيقي. شكرا للاستاذ محمود الحجر، عضو التحالف الوطني، ومره تانية بنأكد على دور مصر اللي احنا شايفينه على ارض الواقع، مش بنتكلم في كلام بس او كلام اجوف او شعارات، لكن على ارض الواقع دائما مصر تثبت انها في الصفوف الاولى. برضو بنتكلم في هذه النسبه 5900 طن، واحنا بنأكد على الرقم ده عشان لما بنشوف العالم كله حجم المساعدات 7100 ومصر فقط في هذه الظروف الاقتصاديه الصعبه مقدمين 5900، بالتاكيد الارقام لا تكذب.